هي جملة من المصادرات الممتلكات عائلة بن علي ومقربيه اللي تمكنت لجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة من استرجاعها. تم الكشف عليها اليوم خلال اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى. هذا وتقرر أحداث خلايا جهوية في المناطق اللي تم فيها الاستيلاء على عقارات. متابع طارق الخضراوي. قدم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان وفي إطار اللقاء الدوري عدد 177 واللي تنظمه رئاسة الحكومة نتائج أعمال لجنة المصادرة، حيث تم التمكن من مصادرة 521 عقار من أفضل المواقع العقارية المتواجدة في إقليم تونس الكبرى والشريط الساحلي، مع العلم أن هناك 150 ملف قيد الدرس لاستكمال عملية استرجاع العقارات محل المصادرة، إلى جانب مصادرة الأسهم اللي يمتلكها 114 شخص المعنيين بالمصادرة. هناك 616 شركة تمت مصادرة أسهم فيها على ملكية الأشخاص 114. بالنسبة للأموال حقوق مالية ومحافظ وحسابات بنكية تصل قيمتها الجملية إلى 320 مليون دينار، 320 مليار. كذلك في مستوى السيارات هناك مصادرة 188 سيارة، هناك يخوت ودراجات مائية، أصول تجارية وأحصنة. ويذكر أن لجنة المصادرة تحظى بدعم كبير، حيث تم تمكينها من موارد مالية من ميزانية الدولة قاربة 600 ألف دينار وتخصيص مقر لها وتمكينها من دعم لوجستي. هذا وقدم نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة بعض الإجراءات التي اتخذتها اللجنة، من بينها قرار إحداث خلايا جهوية في المناطق التي تم فيها الاستيلاء على عقارات، وخاصة العقارات غير المسجلة حسب الصياغة القانونية. وأكد رئيس لجنة المصادرة أنه باش يتم تفعيل الفرع الثاني من المرسوم المتعلق بالمصادرة والمتمثل في مشروع الصلح بخصوص الأشخاص اللي كانت لهم امتيازات في عهد النظام البائد. تم سن ذلك المشروع بصد دراسة كما قلت لكم قبل ما فعلوا الإجراءات متاع المصادرة للأشخاص هما. من المحبب سبق بلجنة المصادرة في بلاغ أن دعاتهم بيسويوا رايتهم عند لقيادة صرح بالفساد، لأن استجابت شعوبات المساعي متاعنا بالفشل. لكن في الوقت الحاضر المطلوب معتم الدولة التونسية باش تقوم تفعل إجراءات الصلح اللي هو راه مقبول دوليا في جميع العائلات القانونية. وتم تطرق كذلك خلال هاللقاء الموضوع التفويت في الأملاك المصادرة، حيث بلغت المطالب المتعلقة بالعقارات والأراضي حوالي 3000 مطلب، وتتواصل التجاوزات الإدارية والمالية في تونس بعد الثورة آخرها في مجمع ألفا فورد حسب ما أكدوا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.